صلاح عبد الله ينشر صورة تجمعه بدلال عبد العزيز، كل الدعوات لك ولضحكة مصر سمير غانم. مستشار الرئيس: لم نرصد أي إصابة بسلالة كورونا الهندية، ويوضح حالة سمير غانم. الرداد يوجه رسالة لسمير غانم: ترجع لنا بالسلامة حماي العزيز. ربنا يشفيك وتنور بيتك، رسالة إيمي سمير غانم إلى والدها. دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: اللهم أنت أعلم بحالهما ووجعهما. السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب سمير غانم ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع سمير غانم. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية للنجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز. كشف الإعلامي رامي رضوان عن تطورات الحالة الصحية للنجمين الكبيرين سمير غانم ودلال عبد العزيز. وقال رامي رضوان في أول ظهور على الشاشة بعد إصابة النجمين بكورونا على برنامج مساء دي أم سي إن دلال عبد العزيز وسمير غانم لم يمر حتى الآن من المرحلة الحرجة بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وأضاف أنه بدعاء المحبين للنجمين سوف نشهد تحسنا في حالتهما الصحية خلال الأيام المقبلة، وهذا ما ندعو الله به بعد كم الحب الذي نشاهده في قلوب حضراتكم من جميع أنحاء العالم. وتابع: الدعاء الذي تقومون به وصل لهم، لأن الدعم النفسي في هذه الحالات مهم جدا، وكم الحب الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي وصل لهم، وهذا الشيء ليس بغريب على محبي النجمين، ونتمنى لهم الشفاء العاجل. صلاح عبد الله ينشر صورة تجمعه بدلال عبد العزيز، كل الدعوات ليك ولضحكة مصر سمير غانم. نشر الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه على فيسبوك صورة تجمعه بالفنانة دلال عبد العزيز، وطلب من جمهوره الدعاء لها ولزوجها الفنان سمير غانم بالشفاء العاجل. وعلق عبد الله على الصورة: كل الدعوات ليك ولضحكة مصر سمير غانم بشفاء وتقوم بألف سلامة. ومؤخرا كشف الدكتور محمد تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز. وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن الذي يقدم الإعلامي سيد علي عبر فضائية الحدث اليوم مساء الاثنين إنهما لا يزالان في مرحلة علاجية مكثفة ويخضعان للمتابعة من قبل الأطباء، وكان سمير غانم أصيب بفيروس كورونا وعولج منه لاحقا، إلا أن وظائف الكلى لديه تأثرت بشدة. الرداد يوجه رسالة لسمير غانم: ترجعنا بالسلامة حماي العزيز. نشر الفنان حسن الرداد صورة كرياتير من إبداع رسام الكرياتير في جريدة الأخبار للفنان عمرو فهمي لحماه الفنان الكبير سمير غانم إثر إصابته بفيروس كورونا. وعلق الرداد زوج إيمي سمير غانم على صورة حماه والتي شاركها عبر حسابه على موقع انستغرام، موجه له رسالة قال فيها: ألف سلامة عليك يا حماي الغالي، إن شاء الله ترجع لنا بالسلامة. يذكر أن الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنان دلال عبد العزيز بفيروس كورونا نقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: أشكر كل من حاول التواصل وأرجو التماس العذر، للأسف أصيب بكورونا منذ أيام، أغلى وأحب وأنقى الناس حبيبي سمير غانم ودلال عبد العزيز وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما. وكتب رامي رضوان أيضا منذ أيام عبر فيسبوك: لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين لم نمر بعد من المرحلة الحرجة. وأضاف: اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين، إلهي أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، ربنا يشفيك وتنور بيتك. رسالة إيمي سمير غانم إلى والدها. تمر الفنانة إيمي سمير غانم بوقت صعب بسبب مرض والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، ولا تنشر إيمي أي صور أو فيديوهات على حسابها في انستغرام إلا لتطلب الدعاء لهما. وأحدث ما نشرته إيمي صورة لكرياتير نشر عبر جريدة الأخبار لوالدها الفنان سمير غانم متمنين له السلامة. وكتبت إيمي موجهة رسالة إلى والدها قالت فيها: ربنا يشفيك وتروح وتنور بيتك، الحمد لله على كل حال. وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أوضح تفاصيل الحالة الصحية لكل من سمير غانم ودلال عبد العزيز. وكشف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية الحدث اليوم أن سمير غانم لا زال في حاجة لعلاج مكثف ومتابعة، وكذلك تحتاج دلال عبد العزيز للمتابعة.
حسن الرداد وجه رسالة مؤثرة إلى سمير غانم ترجع لنا بألف سلامة. دعا الفنان حسن الرداد متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك لتوجيه دعواتهم بالشفاء للنجم الكبير سمير غانم لتجاوز أزمته الصحية. ونشر الرداد رسم كريكاتوريا نشرته صحيفة الأخبار عن النجم الكبير يحمل شخصية سمورة التي اشتهر بها سمير غانم، وهو يوجه باقة وردة إلى سمير غانم الحقيقية على فراش المرض موقعا بجملة ألف سلامة. وعلق حسن الرداد قائلا: ألف سلامة عليك يا حماية الغالية، إن شاء الله ترجعنا بألف سلامة. ويواصل النجم الكبير سمير غانم العلاج من خلل في وظائف الكلى وفقا لما أعلنه مستشار الرئيس لشؤون الصحة الدكتور عوض تاج الدين قبل قليل، إذ لا تزال حالته تحتاج للمتابعة داخل العناية المركزة. آخر تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز الصحية. لا تزال الحالة الصحية للفنان المصري سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز محط اهتمام وقلق الجمهور في ظل صراعهم مع المرض ودخولهما إلى المستشفى قبل قرابة الشهر. كشفت الفنانة المصرية نهى العنبر أن حالة الفنان القدير على حالها كما هي داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى حيث يتلقى العلاج، مؤكدا أن حالته غير مستقرة حيث أصيب بنوبة تنفسية أصابت صدره ما دفع الأطباء إلى وضعه على جهاز تنفس اصطناعي. وأكدت مصادر أن الوضع الصحي للفنانين مستقر إلى حد كبير وهما يتلقيان البروتوكول العلاج الخاص ولا يزالان على أجهزة التنفس الصناعية، لكنهما لم يتجاوزا مرحلة الخطر بشكل كامل. يذكر أن عائلة النجم المصري نفت بشكل كامل دخوله في حالة من الغيبوبة بسبب خلل في وظائف الكلى، وأوضحت أن كل ما يشاع عنهما غير صحيح. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز. كشفت عضو نقابة المهنة التمثيلية في مصر الفنان نهال عنبر آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري سمير غانم الذي لا يزال في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات المصرية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وزوجته الفنان المصري دلال عبد العزيز وقالت الفنانة هال عنبر في تصريحات صحفية: والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. ما هو سبب عدم تعافي سمير غانم حتى الآن؟ وما هو موقف الفنان الكبير دلال عبد العزيز من فيروس كورونا؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.